السلام عليكم. الآن أني دكتور سدير الراوي، رئيس قسم الجراحة والأمراض السرطانية في مركز الزهراء للجراحات الأنكولوجية المتقدمة. نحن نجحنا في الفترة الماضية بتقديم أحسن الخدمات والعلاج بالنسبة للأورام السرطانية في دبي. السنتر مالتنا بدأ يقدم الآن شيء متقدم، وبعده أخذنا الجي سي آي أكريتيشن اللي هي مركز المتقدم العالمي للأورام السرطانية للثدي. بس في نفس الوقت بدينا الآن في الأورام السرطانية لحصول على هذه الدرجة العالية للتقدم والرقي في علاجات الأورام السرطانية من الجي سي آي أكريتيشن بالنسبة إلى الفورغات عند بارياتريك سيرجري اللي هي أورام السمنة مع أمراض السمنة مع الأورام في الجهاز الهضمي. جبنا الآن معانا دكتور تشيبا اللي هو بروفيسور من تركيا، اللي هو حيبدي إن شاء الله الأسبوع القادم لعلاج الحالات المستعصية للسمنة مع التيم اللي هو دكتور محرم اللي هو سبيشالست معي أنا American Board of Surgical Oncology and Surgery لعلاج هذه الحالات الصعبة والمتقدمة. معظم هذه الحالات يصعب على معظم السناتر علاجها، فلذلك احنا مفتوحين لمعرفة صعوبة الحالات وايضا مراجعتها واعضاء السكند اوبينيون فريلي. الزهرة معروفة بهذا التقدم العلمي لعلاج هذه الاورام اضافة الى علاج السمنة الصعبة اللي فشلت فيها معظم العلاجات الاخرى. دكتور تشيبا هو بايونير، more than 5000 cases of has been done. معظمها من الحالات المستعصية عند سيرة طبيعية جيدة لعلاج هذه الحالات المستعصية، وبذلك الطريقة نحن نقدر في علاج الفورغات إضافة إلى الرفلكس كيسز والسوفيجيال كانسر إضافة إلى الجاستريك كانسر من ناحية اللابروسكوبيك والناحية المتقدمة في علاج هذه الحالات. الزهرة موجودة 24 ساعة، ورقم التليفون اللي هي المانجر دكتورة دينا 971-55-10-1069. السكند اوبينيون فري دائما، ويكون أي المواعيد تكون في اليوم الثاني، وأي شيء يحتاجه 24 ساعة السيرفيس موجودة لعلاج هذه الحالات. أي صعوبة تقدر تكلمون دايركتلي على المستشفى، وإحنا كل التيم موجود، ويكون العلاج ليس لشخص واحد عن طريق شخص واحد، وإنما التيم الكامل لعلاج الأورام السرطانية وعلاج السمنة. وشكراً.